أهلا بيكم. احنا نتكلم النهاردة عن الحرية ومفهومها في المسيحية. الإنسان يحب الحرية، الحرية منمية وبناءة طالما تستخدم صح. ربنا لما خلق آدم وحواء إداهم حرية، قال لهم تقعدوا معايا ماشي، تسيبوني انتوا أحرار بس هتتعبوا، تسمعوا للحية هتأذيكم، ولكن الكلمة كلمتكم، أنا ما عنديش أي مانع أنكم تاخدوا قراركم بحرية كاملة. خد آدم وحواء القرار أن هم خضعهم لإغواء الحية، وطبعا كان لازم بدم خضعوا لهذه الغواية أنهم يبقوا تحت حكم الموت، لكن ربنا من حنيته ومحبته قال لهم خلاص أنتم مش هقدروا تقعدوا في الجنة، اطلعوا بقى للأرض، ولكن أنا هجيلكم هناك، هتجسد وأفديكم وأخلصكم من كل ما عمله عدو الخير فيكم أو عملتوه في نفسكم، وهخليكم بعد كده بحريتكم تقرروا تعيشوا معايا أهلا وسهلا، مش عايزين يعني هتأذوا نفسكم، أنا مش عايز منكم حاجة، أنا لأني لا نهائي وغير محدود، مش هتضيفوا لي حاجة ولا تطرحوا مني حاجة، ولكن أنا بحبكم لأني أنا خلقتكم بإيدي لتسعدوا بي ولكي يسعد بعضكم بعضا. احنا عايزين نعيش مع بعض في سعادة في الملكوت العتيد. فالحرية المفروض أنها تؤدي إلى المسؤولية، والمسؤولية إلى القرار السليم، والقرار السليم إلى الملكوت المجيد في أورشليم السماوية. تعالوا نستخدم الحرية صح، تعالوا نفهم معنى كلمة المسؤولية، لأن القرار بتاعي هو اللي هيبقى النهاية بتاعتي. لو قررت أعيش لربنا هيساعدنا أعيش معاه إلى الأبد، ولو قررت أعيش بعيد عن ربنا هبقى مسكين خالص ويبقى مصير وحش قوي. أحسن لنا الأب الحنون ربنا اللي خلقنا وفدانا وحبنا نعيش معاه وليه إلى الأبد، وفي ملكوته المجيد يبقى لنا حياة أبدية سعيدة، ومعانا الملائكة ومعانا كل القديسين ومعانا هو نفسه. ودايما بنشبه الكنيسة بالجسد، فإحنا هنا المؤمنين على الأرض والقديسين في السماء، والمسيح يسوع رأس هذا الجسد. إن شاء الله نعيش هذه الحياة والعضوية في جسد المسيح المقدس الكنيسة، عشان خاطر يبقى لنا حياة سعيدة هنا على الأرض وحياة أبدية في الملكوت. ربنا يبارك في الكل، له المجد الدائم إلى الأبد. آمين.